مساء الخير. انسحاب هذه المفردة تتكرر بهذه الأيام، مرة بالانسحاب الأمريكي من العراق اللي المفروض يتم نهاية العام الحالي، ومرة بالانسحاب من الانتخابات، ويا خوفك للانتخابات هي تنسحب بالأخير. بالبداية السيد مقتدى الصدر أعلن الانسحاب من الانتخابات المبكرة، بعدها الحزب الشيوعي اليوم المنبر العراقي برئاسة إياد علاوي قرر الانسحاب، إضافة إلى جبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلق. انسحاب التيار الصدري كان إلى أسباب مختلفة وكذلك الحزب الشيوعي، لكن انسحاب علاوي والمطلق هو لذات الأسباب اللي ذكروها سابقا في حلقات نفس عميق، واللي أهمها حسب ما تحدثوا التزوير والمال السياسي والسلاح المنفلت. خلونا نرجع ونستذكر هذه الآراء. يلا شباب، أنا ما عندي شيء أخاف منه والله، غير رب العباد كل شيء ما عندي أخاف منه، فلهذا أحكي رأيي بكل صراحة وبكل إيجابية وبكل وضوح، ما عندي شيء مخبى وإلى آخره. فلهذا إحنا ما نقدر، أنا أتوقع إذا صارت انتخابات بهالأجواء راح تكون نتائجها جدا وخيمة على الشعب العراقي جدا، وعلى السلطة العراقية وعلى ما يسمى بالدولة العراقية. أنا ما راح أدخل انتخابات، ما شارك. وبالرغم من أنه كثير من الأخوة يجون يطالبون أن يدخلوني أنا بقائمة، لكن أنا أشوف في هذا المال السياسي الفاسد ويا السلاح ويا السلطة ماكو فرصة أن تحقق شيء مهم تستطيع أن تعمل من خلال شيء للمواطن. يعني يجوز تفوز لك بكم نائب، لكن كتل أخرى راح تفوز بعدد أكبر ويكون القرار لها، وبالتالي مشاركتك ما بيها معنى، خصوصا وأن تعرف أن الأمور وين رايحة. سؤال هنا، إذا كانت الرؤية واضحة لشكل الانتخابات من زمان، ليش قدمت الكتل المنسحبة طلبات الترشح للمفوضية؟ والسؤال الأهم، هذه الانسحابات اعتيادية لو متفق عليها للضغط باتجاه تأجيل الانتخابات، لأن بحسب تصريح سابق لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم إنه أكو سبب فقط لتأجيل الانتخابات، نسمعها وبعدها نعلق. شنو اللي ممكن يأجل الانتخابات؟ يعني أمرين، الأمر الأول بأن البرلمان ما زال قائم هو صاحب القرار، زين أكو بعض النقاط تحتاج إلى رؤية أخرى بالتعديلات، ونقترحنا نقدم الملحق. تمام، إذا اتفقت الكتل السياسية ممكن يأجلون انتخابات البرلمان نفسه، هاي واحدة. الأمر الثاني وهذا ما لا نتمناه، يعني ما لا نتمناه، بأن يصير خرق أمني عام على مستوى العراق. جيد، أما قرار برلماني أو حدوث خرق أمني كبير، القرار البرلماني مستبعد حاليا، والخرق الأمني قد يكون مستبعد أيضا، خاصة بعد اتفاق الانسحاب الأمريكي والاتجاه لتهدئة الأوضاع. لذلك البعض يعتقد بأنه الكتل اتجهت لخيار ثالث وهو الانسحاب لتأجيل هذه الانتخابات، لكن المفوضية كان لها رأي آخر اليوم وقالت إنه لا قيمة قانونية للمقاطعين باعتبار مهلة الانسحاب انتهت بتاريخ 20 حزيران الماضي. فهل ستجري الانتخابات بمن حضر؟ لو الكتل تعمدت بتأجيل الإعلان عن انسحابها حتى تخلي خط رجعة، لو الجاي ما حاسبين حسابه. وباعتبارنا حكينا على الانسحاب الأمريكي، صار أكو انسحاب بالتصريحات كذلك، وراح أقول لك شلون. مثلا تحالف الفتح أصدر بيان مرحب بشكل كبير بالاتفاق، لكن قبل قليل ظهر الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق في كلمة متلفزة، ووصف المفاوضات في واشنطن بأنها مفاوضات خديعة. نستمع الآن بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء، نقول أن هذه المفاوضات لم تكن مفاوضات الضحك على الذقون، لا هذا ليس صحيحا، وإنما هي مفاوضات الخديعة أو المفاوضات المحترفة للضحك على الذقون، أو هي مفاوضات الضحك على العقول، يعني محاولة الضحك على العقول. حتى نبين موقفنا ولماذا نقول هذا الكلام، فنذكر الملاحظات التالية. الموضوع مو موضوع موقف مسبق، إنما له أسبابه المنطقية، له أدلته. أولا أن موضوع، طبعا هو شنو هدف المفاوضات؟ هو إنهاء وجود القوات العسكرية الأمريكية. أولا الملاحظة الأولى أن موضوع إنهاء الوجود القتالي، طبعا هم ركزوا على هذا العنوان،
أن موضوع إنهاء الوجود القتالي للقوات الأمريكية لم يذكر مطلقا على لسان رئيس الإدارة الأمريكية ولا على لسان رئيس الوزراء العراقي. شلون ممكن يكون موقف الفتح شيء وموقف الشيخ الخزعلي شيء آخر؟ احنا نحكي عن الشخصية تمثل نسبة كبيرة من تحالف الفتح، مو بس هنا صار التناقض، تنسيقية المقاومة أيضا نشرت اليوم بيان اعتبرت أنه الاتفاق والبيان المشترك بين بغداد وواشنطن يحمل الكثير من التدليس والإبهام، وقالت أنه المقاومة ستبقى على جهوزيتها لحين الانسحاب الحقيقي. وبالمقابل السيد مقتدى الصدر غرد ورحب باتفاق الانسحاب وشكر الكاظمي والمفاوضين، وبعدها قال يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا. بعدها تحالف سائرون أصدر بيان واعتبر البعض بأنه تكميلي أو جاء لتدارك تغريدة السيد الصدر، وجدد البيان الموقف الرافض لتواجد القوات الأجنبية. مو بس هذه، أكو أطراف وصلت بها المرحلة إلى التأكيد بشكل صريح على أنه خطاب السيد مقتدى الصدر ما يمثلها، وهنا أقصد الشيخ كاظم الفرطوسي المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، واللي قال خلال برنامج زميلة سحر عباس جميل بأنه السيد مقتدى الصدر ليس زعيما للمقاومة. شباب انطوني المقطع. هسه موقف سيد مقتدى الصدر باعتباره سيد المقاومة ده يقول لك احنا نشكف المواقف سيد المقاومة، لا نحن لم نعطي رئاسة المقاومة، هناك مجلس تنسيقي للمقاومة، لكن هو أول من ابتدأ المقاومة ضد الاحتلال. نعم السيد مقتدى الصدر وكل الأخوة في التيار الصدري قاتلوا واستشهد منهم الكثير، ولكن لم تعطى الزعامة لشخص واحد، هناك مجلس تنسيقي، وهذا المجلس التنسيقي يدير الأمور ويناقش الأمور والحوار موقف والتقرار. السيد حديث الشيخ الفرطوسي معناه أنه مو من حق السيد الصدر التوجيه بإيقاف عمليات المقاومة، وقبلها البعض وصف بيان التحالف الفتح بالمستعجل، إضافة إلى تأني بعض الأطراف مثل حزب الله بالإعلان عن موقفهم. نعم إحنا أمام انقسام داخل فصائل المقاومة حول اتفاق الانسحاب الأمريكي، هذا الانقسام ممكن يؤدي إلى انهيار الاتفاق، خاصة مع حديث البعض عن إمكانية عودة الهجمات ضد المصالح الأمريكية. هذه الأسئلة راح نطرحها على ضيوفنا، لكن قبل ما أروح للحوار، اليوم صار حادث أيضا هز الرأي العام وهو مقتل المواطن البصري هشام محمد بسبب التعذيب. ليش التعذيب؟ لأنه تم اعتقاله بسبب تشابه الأسماء، يعني لمجرد يكون اسمك يشبه اسم شخص آخر ممكن تتعرض للموت في العراق، لكن شرطة البصرة تقول ماكو تشابه أسماء والاعتقال تم بسبب تهمة القتل. خلي نقول هالشي صحيح، منو خولكم تنفذون القصاص قبل قرار المحكمة؟ مو المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ المهم هذا الحادث أثار الشارع البصري وصار استياء شعبي كبير. خلونا نشوف شنو اللي صار ونستمع إلى حديث والدة الشهيد هشام محمد. يلا شباب. يعني هاي التوهم يقتل الزلم، لا اله الا الله، حسبي الله حسبي الله حسبي الله وبحقه. اجي شو طالبين؟ شو طالبين؟ طالب بحقه، اطالب بالكتلو بالكتلو، اريد الكتلو. من نقول اكو تعذيب الاخ المسؤول ما يقبل يصدق، ومن نقول اكو كوارث بتصير بسبب سالفه تشابه الاسماء الاخ المسؤول ما يصدق، ومن نقول دمنا صار رخيص الاخ المسؤول هم ما يصدق. وانا لله وانا اليه راجعون.